السلام عليكم متتبعين قناه ام بيلا للرندا. نتمنى من الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. كما شفتوا البنات على الصوره، غنخدم معكم هذه الزواقه هذه على طول البياسه. الحرير بروم على ثلاثه الشعرات، وغادي نزوقه هكا باللوينات. انا درت هنا بناء الغرز، نهبطوا بهذه الخدمه هذه اربعه الغرز كما شفتوا، واحد جوج ثلاثه اربعه هي اللي غادي نحتاجوا فيها. غنبداو بسم الله، كنجيو نهزو هاد الدقة الأولى ونهزو هكا التانية. حاولوا ما نزقلو حتى شي عوينة وما نزيدوش باش كتهبط لينا الخدمة ديالنا نقية. نجيو نضربو هكايا في التوب، نرجعو تاني نفس الطريقة. شو تاني هنا نشدو في التوب، عودوا مرة أخرى تاني. غير هاد الأربعة الغريزات هما اللي غادي نخدمو فيهم البنات. نخدمو هكا السامبل هو الأول اللي غادي ندير معاكم اللواية. نهزو غير في هاد الدقات ونشدو هكايا في التوب، نعاودو مرة أخرى تاني. باش ما يجيكمش البنات الفيديو طويل، غنخدم هذا السامبل هذا حتى غادي نوصل القياس اللي غادي نوريكم فيه اللوايه ونرجع معكم. بعد البنات ما خدمت هذا السامبل هذا باش ما نطولش عليكم الفيديو، هنايا جاتني 27 دقه هنا في التوب، 27 باش كل جري غادي يمشيو على القياس ديال هذه، يعني كلهم غندير فيهم 27 باش كتجينا هكا الزواقه مضبوطه. هنا ما غنشدش التوب، غنرجع شد في هاد ربعة الغرزات اللي عندي هنايا باش كنخدم اللوايه ان شاء الله. رجع ثاني هنا ما نشدش في التوب، غنبقى نمشي ونجي نخدم غير في هاد، نخدمو هكا طايرين. هما نحسبوهم يعني القياس اللي غنبداو به دابا نكملوا به الخدمه كلها. شحال ما درنا فيهم؟ كنمشيو على قياس واحد كباش كتجينا الزوقه ديالنا مضبوطه، وقياس واحد يعني ماشي مره تجي كبيره مره صغيره. كيما شتو راه كنمشي ونجي غير في هاد ربعة الغرز هنايا. غنطلعهم البنات ونوريكم شحال جاني فيهم باش ما نطولش عليكم شحال درت فيهم. بعد البنات ما خدمت هنايا، طلعت هنايا طلعت 10 صفوفه، نحسبها معكم.
واحد ها جوج ها ثلاثة ها ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود عشرة. نجلو بحال ما هكايا ونشدو نضربو هكايا في الثوب، نحاولو نزيروها. ونهزو هاد العوينة الأولى، هاد الغرزة هادي شدو فيها نهزو الغرزة الثانية الغرزة الثالثة نهزو الغرزة الرابعة. قادو تاني باش جينا الخدمة مقادة، نحطوها بحال ما هكايا ونجي نشدو تاني، نشدو هكا في الثوب كيما شفتو ونرجعو نخدمو تاني. غير هاد ربعة دقات نخدمو فيهم، ما نزيدوش وما نقصوش باش كتهبط لينا الزواقة ديالنا مقادة. ضربو هكايا في الثوب، نرجعو تاني معاها نشدو هنايا في الثوب. كنستمر بحال هاد الطريقة حتى كنكملو البياسة ديالنا. كالبنات مني شيت ليكم الحرير ما تشدوش هنا في الثوب، عاد دفنوه دخلو على هاد الطريقة هكايا وجركبوا الحرير شدوا مباشره شدوه هنا في الثوب ديالكم. كما شفتوا في الخدمه ديالنا هنا راه ما كيبان لكمش في مركبه، يعني حين دفنتو على هذه الطريقه. رجعوا دابا نزوقوا هنايا هذا الزوقه هنايا هذا الطرز اللي غنديروا نشاركوا معكم، يعني غتكملوا نفس الطريقه هنايا غنخدموا هذا السامبل كما درنا هنا، نوصلوا هنا نديروا هذه اللوايه نرجعوا نخدموا هذا السامبل ثاني حتى كنكملوا البياسه ديالنا. وتحسبوا كما قلت لكم هنا عندنا 27، هنا عندنا 10 دقات طلعنا به، طلعنا ب 10 صفوف البنات. نجي البنات نزوق بهذا اللون هذا، نتوما اختاروا اللون اللي بغيتو. وكنجيو نحسبوا هنايا واحد ها جوج، نجيو نشدوا في هذه الوسطينيه ديال هذه هنا. قبل ما نخرجوا البرا كنحسبوا ثاني واحد جوج ثلاثة، يعني ثلاثة كنشدوا هنايا دخلوا البر هنا على الطريقة. ندخلوه هنا في هاد الراس هنايا الرخية وكنعاودو نهبطوها تاني نفس البلاصة ونخرجوه هنا فوق من هادي. لهاد الطريقه كنجيو نحسبو تاني، يعني ملي كتشدو الوسط هنا راه هي كتبان لكم يعني محسوبه راسها فوق منها. كندخلو تاني البره ونجيو نشدو هنا وكنجرو نفس الطريقه تاني فوق من هذه، فوق من هاد العوينه هذه كنجيو ندخلو البره ونشدو هنايا. نعاودو المره اخرى تاني اخر دقه اللي بقات لينا ونخرجوا البره هنا في هذه الجهه باش نجيو نخدموا هذه تاني. فوق من هذه العوينه نشدو ونخرجوا تاني البره هنا فوق من هذه هنا نعاودو المره اخرى تاني
نعاودو المرة الثانية ثاني ثالثة، يعني نفس الطريقة حتى كنكملو الزواق ديالنا. نجو تاني هنايا نشدو هنا الوسط، نفوتو جوج سطور بيناتهم هنا ونجو نخرجو هنا في الوسط ديالها. هنا الوسط دينا هو هذا، هذا هو الوسط. كنجو نحسبو تاني واحد ها جوج ها ثلاثة، نفس الطريقة البنات. باش كتجيكم هكا سهله دخلوا فوق من هذه هنا اللي دخلنا، ها هي فيش دينا هذه هنا، نجو فوق هذه العوينه هنا ونشدوا. نعاودو مره اخرى ثاني، نعاودو مره اخرى ثاني، خرجوا الجهه الاخرى هنا. ملي كتكونوا حاسبين الخدمه راه كتجيكم مضبوطه لكم الزواقه ديالكم. نعاودو هنا شدينا في الاول، نجو فوق من هذه ونشدو ثاني. نعاودو مرة أخرى تاني، نعاودو مرة أخرى تاني. هنا غنجيو نحسبو الوسط هنا البنات، غنحسبو هنا هذا هو الوسط ديالهم، غنحسبو واحد جوج تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمنية تسعود عشرة حداعش. 11 هنا نخرجوا البره هنا فين، فهاد 11 هذه اللي حسبنا هنا. العكس ديالهم دابا نحسبوا تاني هنا واحد جوج ها ثلاثه، وندخلوا البره ديالنا وكنجروه كل حرير عندنا. نعاودوا المره اخرى تاني، فوق من هذه كنشدوا نعود المرة أخرى تاني، فوق من هذه كنشدو تاني. نفس الطريقة رجعوا الجهة الأخرى تاني، شدينا في الأول في الوسط هنا، نشدو فوق منها هنا. نفوتو هنايا جوج سطور بيناتهم نفس الطريقه اللي فتنا هنا كيما شفتو نفس الطريقه، وكنجيو نحسبو واحد جوج ها ثلاثه، وندخلو البره ديالنا هنا ونجرو هكا الحرير ديالنا. يعني طريقه سهله ما تعذبو ما والو. خرجو فوق منها تاني، عاودوا المره اخرى تاني هنايا نفس الطريقه، نعاودوا المره اخرى تاني هنايا، نعاودوا المره الثانيه المره الاخيره تاني عفوا هنايا اخر دقه اللي بقات لينا، ونجيبو عاود تاني هنا نفس الطريقه. كتفوتو هنا هنا شدينا الوسط، فوتو فوق من هذه ونجيو ندخلوا البره ديالنا هنا. نعاودوا المره اخرى تاني، اخر وحده اللي بقات لينا هي هذه بحال ما هكا هي الزواقه ديالنا. نجيو نديروا اللون الاخر تاني ان شاء الله. بعد ما ساليت البنات عقدت هذا الحرير ديالي هنايا، قدو هنا لتحت درت هذا اللون هذا. نجو هنايا الوسط ديال هذه، ولا نشدوها عفوا نشدها من الجهه الاخرى احسن.
كما شفتوا كجو تحسبوا هنا كتخلو واحد جوج، الجهه الاخرى ثاني كنخلو واحد جوج، كنجو للوسط كنحسبوا واحد ها جوج ها ثلاثه اربعه، يعني عندنا بقاو ربعات اللي بقاو عندنا. نجو هنايا وندخلو الابره ديالنا عاوتاني نفس الطريقه، نعاود تاني نفس الطريقة ندخلو تاني، اش غندير غنخرج هاد الاتجاه لاخر هنا باش غنجي نخدم هاد الجهة الأخرى بحال هكا، نعاود المرة أخرى تاني، نعاود المرة أخرى تاني، بعد ما يسالي لكم الحرير البنات دوروه هكايا باش كتبتو الحرير ديالكم ما تاكدوا منه بلا راه ثبتوه ما يتحلش، كنبرمو واحد البرمه هكايا على البره ونجرو هكا بالصبع ديالنا، نعاودو مره اخرى ثاني وصافي كنقطعوه. كان هذا هو الدرس ديال اليوم، نتمنى كل شيء يخدمه وكل شيء توفق فيه يا ربي، واللي يشوف القناة ديالي أول مرة فعلوا الجرس باش دائما يوصلكم كل جديد. كيما قلت لكم البنات تكملوا على هذه الطريقة، أنا غير زوقت معكم هنا، أنتم غتخدموا كيما شرحت لكم، نعاود نقولها لكم تاني، غتخدموا هذا 27 دقة حتى كتكملوها، تجو هنا ديروا 10 دقات وترجعوا تاني تكملوا تخدموا 27 دقة، ترجعوا تاني ديروا هذه حتى كتكملوها لا ترجعوا تزوقوا. وإلى فيديو جديد إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.